كانت اجواء مزيانه الخدمه كنت خدمت زوين صراحه ما نكذبوش. سميتو الامتحان كان شويه صعيب فيه الخدمه ولما خدمش راه غادي يسقط ما نكذبش عليك. الخدمه واش تم ضبط حاله غش؟ لا ما كانش لا والو. كيفاش كانوا التعامل ديال الاساتذه معكم؟ كانوا ظريفين التعامل ديالهم. بغيتي شي حاجه كيعطيوها لك صافي هادشي اللي كاين. الصباح راضي على راسك؟ ها واش راضي على راسك اليوم في الصباح؟ لا غدا على الوقت باخر خدمت مزيان الحمد لله. ها ان شاء الله شنو كتمنى ان شاء الله؟ ها كنتمنى نجحوا ونفرحوا الوالدين هادشي اللي كاين صافي هادشي اللي كاين الله يحفظهم. دوزنا مزيان كان داكشي في المستوى وحنا كانت عندنا عربيه دازت مزيان وكانوا كلشي في المستوى وان شاء الله العشيه قلنا العشيه لونجلي. لا بنت وحده مسكينه اللي خرجوها كتبكي ما فهمتش بزاف خرجت كتبكي وصافي ردوا هذيك الساعه. ان شاء الله يخص البنات بغى يكون حافظ وغادي يدوز مزيان غادي يكون مراجعه شويه بالنسبه للعربيه. العشيه ما عرفتش جات معك الوالده؟ راهي ما تقول لي شكرا حيت صبرات معايا وشكرا صافي ما نقول لها كنحبها. السلام عليكم انا سميتي شاسمين بالزايره كنقرا في البتول الصباحي مدينه سلا علوم انسانيه اداب. اليوم الاجواء دازت مزيانه بخير الحمد لله. الحراسه كانت هي زوينه والاسئله كانوا في المتناول يعني ما حطوش لينا شي حاجه ما قريناهاش يعني اي حاجه قريتيها اي حاجه رجعتيها غتلقاها في الامتحان يعني ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه غير اللي ما بغاش يجيب النقطه. انت موجوده لهذا الامتحان ان شاء الله؟ ها واجده الحمد لله كل شيء كنت موجوده 3 شهور تقريبا وانا تنوجد باش انا نفرح الماما ديالي ونفرح الاب ديالي وان شاء الله الباك اون بوش. لا المراقبه كاينه زوينه يعني الاساتذه دايرين الخدمه ديالهم وكل شيء بخير الحمد لله. واش كاين شي حاله غش؟ لا ما كايناش كاع حالات غش يعني التلاميذ كلهم موجدين ودايرين المجهود ديالهم هذه هي اهم حاجه. شنو عندكم في العشيه ان شاء الله؟ ان شاء الله عندنا الماده الانجليزيه. كتمني؟ كنتمنى ان شاء الله شي نتوفق فيها بحال اللي توفقت في اللغه العربيه ونخدم فيها مزيان بحال اللي خدمت اليوم الصباح ونخرج منها فرحان. الله يوفقك. شكرا. هاجي غيتا كيفاش دوزتي اليوم؟ كلشي بخير مزيان حافظين الحمد لله. ما كاينش شي صعوبه في الصباح؟ لا ما كاينش والو سهلوا معنا على وديت الاضرابات اللي كانوا داك الشيء كان الفرد في المتناول الحمد لله. كاين شي حاله ضربت الغش هنايا؟ ها؟ كاين شي حاله ضربت الغش؟ لا ما كاينش كلشي حراسه مشدده الحمد لله هذا العام كلشي باه. كنتمنى ان شاء الله؟ ها؟ نجاح لي والجميع اصدقاء ديالي شكرا الحمد لله. اجواء كانت اجواء مزيانه ما كانوا الحالات غش ما كان حتى شي لعبه. كان الوطني كان في المتناول ديال اللغه العربيه الوقت كافي 3 سوايع تقدر تسالي كاع قبل الوقت. مرتاح اليوم؟ مرتاح الحمد لله بخير. جاوبتي على بزاف؟ جاوبت الحمد لله مزيان انا غادي. شنو نصيحه كتنصحها للشباب والاصدقاء ديالك اللي تيديروا محاوله الغش باش ينجحوا في الامتحان؟ كنصحهم انهم ما يضيعوش الوقت ما يدخلوش معولين على باش ينقلوا يدخل انه فاهم يجاوب يعني ما يضيعش الوقت انه يبقى دايم مع النقيط دايم مع باغي يغش راه غادي ينسى اصلا هو حافظ ولا ما حافظ. كاين مراقبه مشدده داخل؟ المراقبه عاديه مزيانه يعني داروا معنا اللازم صافي. واش كاين تسامح وتعاطف الاساتذه معكم؟ ما نقدرش نقول لك كاين تسامح وتعاطف هما كيديروا خدمتهم وصافي. كنتمنى ان شاء الله النجاح الدراري وليا شفتي وياه وفلسطين الحره. الله يلا بخير الحمد لله دوزنا مزيان داكشي في المتناول و كلشي هو هذاك وصافي. كانت شي حاله غش لداخل؟ لا ما كاين لا حاله غش لا والو حتى شي واحد ما حصل كلشي خدم هو هذاك كلشي خارج فرحان. حطوه صعيب شويه ساهل حافظه تخدم ما حافظش ما تخدمش والله يعاون. شويه كان ضروري توتر. دوزتي مزيان الحمد لله؟ الحمد لله دوزت مزيان. شنو كتمنى شكون؟ شنو كتمنى ديال شكون؟ انا ان شاء الله نتمنى نجيب نقطه ومعدل زوين.
شو اللي خلاك مستريسي شويه خشيتي مستريسي؟ حيت الامتحان كان شويه طويل ولكن على العموم دوز مزيان. اساسيات تسالوا معاكم شويه؟ لا لا ما كاينش تساؤل، كاين مراقبه وعادك شي عادي زعما كيما مولفين كندوزو السنوات الماضيه. واش تم بالضبط حاله غش لداخل؟ لا ما كانت شي حاله تاع غش لداخل. شي شنو عندكم ان شاء الله؟ الانجليزيه. توفيق ان شاء الله. صد الفيزيك حطوا لنا النقعه ستة هاد بزاف دوزت معايا والله الا الفيزيك دوزتو انا مزيان صد النقعه صد يا ربي نجيبو مزيان وكنتمناو نجيبو مزيان ومقاد ان شاء الله ونسدو الوطني ونفرحو والدينا سدو وشتي مزيان وشتي اه دوزنا مزيان ودوزت مزيان سد الصراحه ومرحوم على اللعب ولكن غير اللي خدم راه غير يخدم اللي يخدم في الدار غير يخدم في الوطن امين الله يحفظك صراحه داكشي في المتناول من هنا ليك الشكر استاذ الفيزيك اللي قراني داكشي اللي قرانا هو اللي تحفظ يا ديديكاس الاستاذ الشاطر ديديكاس الشاطر السلام عليكم انا اليوم ما معياش والديا للاسف ولكن لي لحسن الحظ حسن الحظ كاين في الحج ولكن انا معايا مدام عايده مسكينه هادي الروحي اللي سال عامه ديالنا كلمه كلمه فهمت كنتمنوا التوفيق لوليدات كاملين ان شاء الله يا ربي شكرا واش يعني مرتاحه بالنسبه للاداء ديالهم اليوم الصباح في الامتحان انا كنامن بان اللي كيخدم وكيواظب على الخدمه العام كامل راه كيوصل شكرا يلا بنتي نشوفك في العشيه ان شاء الله يلا مع السلامه انا كنتمنى لكل شيء يتوفق وكل شيء يجيب النقطه اللي كيتمناها ويتقبل في المدرسه العليا اللي بغاها ان شاء الله وصافي انا يا بكريبر دوزت اليوم حطينا فيزيك وسط اوراق الساسه هانت واش يقولي لك والما نيجا نيجا السنخات كتحس بيها طول طول ديالها العرض ديالها كلشي كي غندير ليها صعيب شويه صعيب بزاف والله عرفتي راه كنخدم تخدم يلا الدنيا حاولتي تجاوب على المسؤوليه؟ شويه نتمنى التوفيق المهم خاص هذا المعامل طالع شويه المعامل شويه التعامل الاساسي ديال الدار الزيار شويه المهم كومين كاين اللي كيتعامل كاين اللي ما كيتعاملش توزر كاين عمليه غش الداخل؟ لا ما كانش الزيارة كل مرة دخلت لجنة كتقلب ويا لي شكون اللي كان بجنبك باش كتوجدي الامتحانات ديالك اللي تعذب بزاف؟ أنا تليفون كان معايا أستاذ رشيد للفيزيك هو اللي تعاون معايا نهار النين غير أونلاين ماشي المهم حيت أنا خدام هذاك الشيء شنو نقول لك؟ الله يوفقك أمين أمين شكرا بزاف قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور